لست مع القتل واستخدام السلاح، لقد أساءوا للرسول، ولكن لماذا كان الرد بالعنف؟ لماذا لم يكن بطريقة توضح أن ديننا دين التعامل والتسامح؟ لا نود استباق الأحداث، فبالأمس في تركيا اتضح أن الإرهاب يساري وليس إسلامي، فصمت الجميع عن الاستنكار، وحادثة باريس غامضة. وأكيد بان كي مون يشعر بالقلق تجاه باريس. الهجوم الإرهابي الذي وقع في باريس ربما هو الورقة التي ستطرحها فرنسا لتدخلها رسميا في ليبيا بحجة محاربة الإرهاب. ملايين المهجرين والجرحى والقتلى، تتراقص باريس على جراحهم في سوريا، وجاية عربي تتعاطف مع 11 فرنسي. يلا نخلي مشاكل الوطن العربي ونحل مشكلة مجلة شارلي هيبدو. يموت 1000 مواطن عربي عادي، بس يموت 10 مواطنين فرنسيين ما بيصير. ملايين المهجرين والجرحى والقتلى، تتراقص باريس على جراحهم في سوريا، وجاية عربي تتعاطف مع 11 فرنسي. يلا نخلي مشاكل الوطن العربي ونحل مشكلة مجلة شارلي هيبدو. يموت 1000 مواطن عربي عادي، بس يموت 10 مواطنين فرنسيين ما بيصير. والقتلى، تتراقص باريس على جراحهم في سوريا، وجاية عربي تتعاطف مع 11 فرنسي. يلا نخلي مشاكل الوطن العربي ونحل مشكلة مجلة شارلي هيبدو. يموت 1000 مواطن عربي عادي، بس يموت 10 مواطنين فرنسيين ما بيصير.